انا الدكتور مصطفى بكي حامد، مدرس البطنه العامه والسكر والغدد الصماء جامعه المنوفيه. ان شاء الله هكلمكم النهارده على القدم السكري. القدم السكري والعنايه بالقدم لمريض السكر. اي مريض سكر المفروض ان هو يروح للدكتور، يتم فحصه جيدا عن طريق القدم، دي بواسطه الدكتور. اما بالنسبه للمرضى نفسهم، في تعليمات معينه لازم يتبعوها. اولا مريض السكر لازم يحافظ على رجليه جيدا جدا عن طريق فحص القدم. فحص القدم يعني فحص ظهر القدم وبطن القدم الاثنين. ظهر القدم وبطن القدم بيكون عن طريق الفحص الجيد ليها، فحص بين الصوابع، فحص القدم نفسها كامله. لحدوث اي حدوث اي قبحه بها مبكرا يتم علاجها ويتم استشاره الطبيب فيها. يتم فحص بطن القدم وصول لوجود اي قبحه غير ظاهره، ويتم رؤيتها عن طريق المريض يحط مرايه، يضع مرايه تحت القدم عشان يشوف هل في قبحه غير ظاهره ولا لا. اثناء الاستحمام او اثناء او بعد او اثناء الوضوء او غير ذلك، يتم فحص بين صوابع القدم عشان حتى يشوف اذا كان في اي فطريات موجوده بين القدم، بين صوابع القدم ولا لا. عند وجود اي من هذه المشاكل، يتم استشاره الطبيب فورا لعلاج المشاكل حتى لا تتفاقم بعد ذلك. ينبغي على المريض ايضا ان هو عدم ارتداء احذيه ضيقه. الأحذية الضيقة بتؤدي إلى وجود الفطريات باستمرار ووجود قرح بالقدم، نظرا لأن المريض غير قادر على الإحساس بالقدم، أو عندما يكون في اعتلال في الشرايين اللي واصلة أو الدم الواصل للقدم. أيضا عند قص الأظافر، يتم قص الأظافر بالعرض ولا يتم قص جوانب الأظافر بالنسبة للقدم، ولذلك حتى لا يتم حدوث التهابات او لا يتم حدوث عدوى موجوده بالقدم. ايضا يتم ارتداء جوارب قطنيه وليس من انواع اخرى لامتصاص العرق، ولكن حتى لا يحدث اي التهابات موجوده في القدم. العنايه بالقدم، اذا كنت ترتدي الاحذيه فتره طويله، يتم وضع بودره بين اصابع القدم حتى لا يتم وجود الفطريات. عند حدوث أي قبحة في القدم أو أي إنفاذات تأتي من القدم، أو حدوث إحمرار في الجلد أو الزيادة في الورم في القدم عن قدم أخرى، أو عدم الإحساس بقدم عن قدم أخرى، لابد من استشارة الطبيب فورا حتى لا يتم اعتلال ويتم حدوث أمراض أخرى مسببة للقدم، ويتم تفاقم المشكلة في حدوث القدم ذلك. ولذلك احرص دائما على فحص القدم جيدا كل يوم، عدم ارتداء الأحذية الضيقة، لبس الجوارب القطنية، عدم قص الأظافر من الجوانب. ونسأل الله التوفيق والسداد والعافية.